السلام عليكم. يحوي أحمد من باتنا من الجزائر. أنا في اليوزر جروب تاع الأمازيغية. المؤتمر هذا جاني منتظر منه كثير، لأنه إحنا في تجربة جديدة، وفي التجربة تاعنا هذه تاع الأمازيغية راح نسلك نفس الطريق اللي سلكته التجربة العربية، وبالتالي راح يساعدنا على أنه نقصوا من الأضرار ونقصوا من المشاكل، ويكونوا عندنا حلول أكثر في المستقبل كي نشوفوا التجربة تاع ويكي عربية، وراح يساعدنا وساعدنا وراح يزيد يساعدنا في إنشاء علاقات، إنشاء شراكات وعلاقات مع يعني اليوزر جروب الآخرين، وراح ينمي العلاقة بين الأمازيغ بين تونس والجزائر والمغرب وكل يعني الشمال الإفريقي وين كاين هذه الفئة من المتكلمين باللغة الأمازيغية.